يحتاج الزوراء شخصية رياضية جاهزة نجيبها نحطها بالهيئة المؤقتة أو رئيس نادي؟ لو يحتاج مستثمر كما هو الحال في دول خليجية، مستثمر متمكن ماديا ينتشل وضع الزوراء؟ قضية حساسة، يعني حساسية بالغة أكون بهذا الموضوع. خلينا نحكي بشكل عام تحتاج أنديتنا. أنا لأكثر من مرة أقول يعني أنا مع أنه الرياضة أصبحت سوق، ومع أن يتصدون لرئاسات الاتحادات والأندية رجال أعمال، خصوصا إذا تحولت يعني بالقانون الجديد إذا أصبح الحرية أو الإلزام للأندية أن تؤسس شركات، فإحنا أمام قانون شركات، إذا إحنا أمام رجال أعمال. ما صار أي تواصل بينك وبين الكابتن فلاح حسن؟ لا ما صار. تشعر أنه يعتبروك خصم الآن بعد أن طرح اسمك؟ والأمر طبيعي يعني يمكن حقهم، ما يدرون انه الامر انتهى. انا ما اعرف شلون يفكرون، بس ورا الحلقه جوز راح تختلف الرؤيه.